السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، ترتيب الهدافين بعد نهاية مباريات اليوم السبت 16/12/2023 في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز. متابعين الكرام، اليوم بدأت مباريات، أو بمعنى أصح هي بدأت أمس الجمعة 15/12/2023 بدأت مباريات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز. قبل ما نبدأ أرجو من حضراتكم دعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في سياح جناتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم أهلك الصهاينة، اللهم أهلك الصهاينة، اللهم أهلك الصهاينة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين، اللهم آمين. اليوم السبت 16/12/2023 تم وقف اللعب بين مباراة بورنموث ولوتن تاون بسبب ان مدافع لوتن تاون سقط ارضا في الدقيقة 65 او في الدقيقة 60. متابعين الكرام، ده حصل بسبب حاجة حصلت في القلب للاعب، والكلام ده حصل له قبل كده في مايو حسب ما عرفت، يعني في مايو الماضي في مباراة كانت في كأس الاتحاد الانجليزي اعتقد. المهم ان اللاعب فاق والحمد لله ان شاء الله يكون كويس. يعني المباراة اتلغت عند الدقيقة 65 وكانت نتيجة تعادل 1-1، وهتستكمل بإذن الله تعالى أو هتتلعب تاني إمتى مش عارف بالظبط، لسه متاخدش قرار. يعني تشيلسي اليوم فاز على شيفيلد يونايتد 2-0، أحرز الهدفين كول بالمر في الدقيقة 54 ونيكولاس جاكسون في الدقيقة 61. مانشستر سيتي تعادل أمام كريستال بالاس 2-2، أحرز هدفي السيتي جاك جريليش في الدقيقة 24 أسيست في الفودن، وريكو لويس سجل هدف الثاني في الدقيقة 54، هدفي كريستال بالاس عن طريق جون فليب ماتيتا في الدقيقة 76 ومايكل أوليس في الدقيقة 95 ضربة جزاء. نيوكاسل يونايتد فاز على فولهام 3-0، أحرز الأهداف لويس مايلي في الدقيقة 57 أسيست برونو مورا، الهدف الثاني عن طريق ميجل ألميرون في الدقيقة 64 أسيست أنتوني جوردون، الهدف الثالث عن طريق دان بورن في الدقيقة 82. بيرنلي خسر من إيفرتون 0-2، أحرز هدفي إيفرتون أمادو أونانا في الدقيقة 19 ومايكل كين في الدقيقة 25. خلينا نتعرف الآن على ترتيب فرق الدوري وترتيب الهدافين بعد هذه المباريات. ليفربول متصدر الدوري في المركز الأول 37 نقطة وعنده مباراة قوية أمام مانشستر يونايتد غدا الأحد بإذن الله تعالى. أرسنال المركز الثاني 36 نقطة، أستون فيلا المركز الثالث 35 نقطة، مانشستر سيتي المركز الرابع 34 نقطة، توتنهام المركز الخامس 33 نقطة، نيوكاسل يونايتد المركز السادس 29 نقطة، مانشستر يونايتد المركز السابع 27 نقطة، برايتون المركز الثامن 26 نقطة، ويست هام يونايتد المركز التاسع 24 نقطة، تشيلسي المركز العاشر 22 نقطة، فولهام المركز 11 21 نقطة، بورنموث المركز 12 20 نقطة، برينتفورد المركز 13 19 نقطة. على فكرة بورنموث اتحسبت المباراة بالتعادل واتحسبت ان هي انتهت كده، ولكن اكيد الترتيب ده هيتغير بعد يعني اكتمال المباراة او تتلعب تاني. برينتفورد المركز 13 19 نقطة، ولفرهامبتون المركز 14 19 نقطة، كريستال بالاس المركز 15 17 نقطة، ايفرتون مركز 16 16 نقطة، نوتنغهام فورست المركز 17 14 نقطة، لوتون تاون المركز 18 10 نقاط، بيرنلي المركز 19 8 نقاط، شيفيلد يونايتد المركز 20 والاخير 8 نقاط ايضا. متابعين الكرام، ترتيب الهدافين في المركز الاول عندنا ايرلين غالاند لاعب مانشستر سيتي سجل 14 هدف، المركز الثاني نجم مصر محمد صلاح لاعب ليفربول 11 هدف، المركز الثالث سون هيونغ من لاعب توتنهام 10 اهداف، المركز الرابع سولونيكي لاعب بورنموث 9 اهداف، وجاروب بوين لاعب ويست هام يونايتد، المركز الخامس وانغي تشان لاعب ولفرهامبتون 8 اهداف، واولي واتكنز لاعب استون فيلا. اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.